طبعا من الصعب الآن أنه نحكم هل المشاريع والاستثمارات التي تمت بالماضي هل هي غير مجدية أو غير، لكن كثير منها فعلا في حاجة أساسية للاقتصاد للاستثمار فيها. بناء المدارس مثل ما تفضلت، الجامعات، هل الجامعة ضرورية؟ الكثرة فيها ضرورية؟ في وقتها كان أعطيت أولوية. بس اللي يقول لك 25 جامعة، دولة زي السعودية ليش فيها 25؟ ممكن 10 تكفي. هذا ما هو قرار وزارة المالية، ولكن وقتها قيل لابد من بناء للجامعات والمدارس، ومثل ما ذكرت الطرق والبنية التحتية، وهي كذلك ضرورية للنمو، لاستمرار النمو الاقتصادي. بالنسبة للخطة قد لا تكون دقيقة، لكن في خطة تنمية تعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعندنا عند إعداد الميزانية اجتماعات بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والجهة المعنية لتحديد المشاريع بناء على الخطة. أحيانا تجي الجهات الحكومية وتطلب تغيير، لكن احنا وزارة الاقتصاد والتخطيط نصر على أنه الاستمرار بالخطة إلا إذا كان في مبرر قوي لها. ما كان في صرف خارج الميزانية؟ أكيد في صرف خارج بس كبير الميزانية ويوضح في بيان الميزانية، يعني نسبيا ما بالنسبة للإنفاق العام هو يعني يمكن يجي أتوقع بحدود 10%، 10% زيادة على الميزانية، على الميزانية اللي هو خارج الميزانية، منها الحرمين مثلا، الحرمين خارج الميزانية. تفضل. أنا ودي أضيف وأكد على ما قاله معالي الأستاذ محمد. في أحد المناطق في المملكة، منطقة صغيرة، نفذ جسر ب50 مليون ولا يحتاجونه ولا بعد 100 سنة لأساس توصيل الجامع. هناك كلية يعني سكرت، قاعدين يبنون مبنى لهيئة التدريس. في المنطقة هناك 13 مبنى لوزارة التعليم، ما يحتاجون إلا 3 أو 4، وقاعدين يبنون برج آخر. هناك عندهم مستشفى، السكن جاهز وصار له أكثر من 2 أو 3، ولكن الموظفين يصرف لهم بدل سكن وأرخص لهم يسكنون برا، لذلك ما أخذوا السكن حقهم. هناك للجامعة حوالي 27 برج جاهزة من عدة سنوات، وحتى أصلا لما استلموا 2 منها مهم هيئة التدريس كلها تسرب موية. أنا اللي أقوله بناء سيء، اللي أنا بقوله هناك كان هدر وهناك سوء تخطيط.